لوحات تشكيلية تتداخل فيها الألوان ببراعة، يضمها رواق محمد القاسمي بفاس ضمن فعاليات معرض للفن التشكيلي بعنوان التسامح للفنانة نزهة بناني في إطار البرنامج الثقافي للمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة فاس مكناس. وتتواصل فعاليات هذا المعرض إلى غاية 30 من نوفمبر الجاري. موضوع ديال هاد المعرض هو لا توليرونس، التسامح والتعايش، خصوصا في هذا الوقت الحالي الذي يعيش العالم في زوبعة، وعند وحنا كنعبروا على هاد الزوبعة بطريقتنا الخاصة. المعرض يضم أكثر من 30 لوحة تشكيلية، بالإضافة إلى رسومات مجسدة على تحف فنية من الزجاج والفخار أبدعتها الفنانة بأسلوب المدرسة التجريدية. كيف قالت السيده نزهة بناني وكيف شرحت لي اللوحات الفنيه ديالها، هي عباره عن جولات قامت بهم السيده بناني عبر العالم كله، وذاك الجولات هي اللي خلتها انها تخرج او ترسم هاد الجولات، ان شافت ان ممكن ان تعيشوا العالم باسره. من خلال لوحاتها التشكيلية حاولت نزهة بناني إبراز قيم التسامح والتعايش والعيش المشترك.